صلاة الآيات. كيفية هذه الصلاة ركعتان مثل صلاة الصبح؟ الفرق بين صلاة الصبح أنه صلاة الصبح كم ركوع فيها؟ ركوعان. هذه الصلاة 10 ركوعات فيها. تقول الله أكبر، تقرأ سورة الحمد وآية، تركع، ترفع رأسك من الركوع بلا سجود، آية، تركع. حمد قرأته، بسم الله الرحمن الرحيم، ركوع، رفعت رأسك من الركوع. قل هو الله أحد، ركوع، رفعت رأسك من الركوع. الله الصمد، ركوع، رفعت رأسك من الركوع. لم يلد ولم يولد، ركوع، رفعت رأسك من الركوع. ولم يكن له كفوا أحد، ركوع. كم ركوع صار؟ 5. بسم الله، قل هو الله، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ترفع رأسك من الركوع، تروح للسجدة، 5 ركوعات، تروح للسجدة وتسجد السجدتين ثم تقوم، ونفس الشيء تكرر. قل هو الله أحد، يعني تقرأ سورة الحمد، بسم الله الرحمن الرحيم، ركوع. قل هو الله أحد، ركوع. الله الصمد، ركوع. لم يلد ولم يولد، ركوع. ولم يكن له كفوا أحد، وركوع. وقبل هذا الركوع العاشر تقنط. قنوط، هذه كيفية بسيطة لهذه الصلاة. الكيفية اللي شوية أصعب منها أنه 10 مرات تقرأ الحمد، قل هو الله أحد، حمد، قل هو الله، ركوع، 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 حمد، قل هو الله، الخامس أيضا ركوع، 5 حمدات و5 قل هو اللهات. كما أن من المستحب 5 قنوتات في الركعة الثانية قبل الركوع، الرابعة قبل الركوع، السادسة قبل الركوع، الثامنة قبل الركوع، 10 قبل الركوع، مستحب 5 قنوتات. هذه مسألة. هناك مسألة أخرى، أن وقت هذه الصلاة حين الانكساف والانخساف، أما إذا صار الزلزل فورا لازم تصلي، أما إذا صار خسوف وكسوف قالوا من أول الليل ساعة 6 إلى ساعة 9، كل هالوقت اللي صليته لا يخالف. ومن المستحب شرعا، والذي لا يعملون به ولا نعمل به، أن الإنسان يطول الصلاة من أول الخسوف إلى آخره، في ركوعها 1000 مرة سبحان ربي العظيم، في سجودها 10,000 مرة سبحان ربي الأعلى. وعلى هذا المعدل، هذا مستحب شرعا، إطالة هذه الصلاة بمقدار الخسوف والكسوف.